دول بفريزر من الناحية التانية جه ضرب على الكنيسة هنا، الناس فكرت إن فيه سيدة العذراء طلعت وبتاع وكلام ده، ما كل دوت حوارات وكل ده حكايات. لو ممكن تكون بدعة على أساس يتعمل، لو قرر السنة الجاية ممكن تعمل ده مزار سياحي على أساس يبقى كل سنة على نفس النظام. أول امبارح إحنا اللي كنا مطيرين الحمام، وبرضه امبارح إحنا اللي كنا مطيرين الحمام، واحد صاحبنا هو اللي مطير اسمه سيد زنجل. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تلتف فيها جموع من المصريين حول شيء ما، معتبرين إياه معجزة إلهية. وكان شهود عيان قد أكدوا يوم الخميس الماضي ظهور السيدة العذراء في صورة التجلي المشهورة بردائها الأزرق.